بعد إنشاء مستند جديد أو إجراء تعديلات على مستند موجود بالفعل، يجب حفظ هذه التعديلات، ويستخدم الأمر سيف لحفظ المستند الحالي، ويتم الوصول إلى هذا الأمر بالضغط على الرمز فايل واختيار سيف من هذه القائمة، أو بالضغط على المفاتيح Ctrl وS من لوحة المفاتيح، أو بالضغط على رمز الأمر سيف من شريط الأدوات Quick Access. وعند حفظ المستند للمرة الأولى سوف يظهر المربع الحواري Save As، حيث يمكن اختيار مسار حفظ المستند بفتح القائمة Save In واختيار المسار الذي نريده. وكما نرى أن الوضع الافتراضي للبرنامج هو حفظ المستندات الجديدة في المجلد My Documents، وباختيار Desktop سوف يتم حفظ المستند على سطح المكتب Desktop الخاص بالجهاز، وسوف يظهر رمز هذا المستند على سطح المكتب Desktop، بحيث يمكننا فتح هذا المستند فيما بعد بالضغط المزدوج بالمؤشر على هذا الرمز. وباختيار My Computer سوف يمكننا اختيار المسار الذي نريد حفظ المستند به، وباختيار My Network Places سوف يمكننا حفظ الملف على أي جهاز آخر متصل معنا عبر الشبكة الداخلية LAN. كما يمكننا إنشاء مجلد جديد لحفظ هذا المستند به، فنختار المسار الذي نريد إضافة المجلد الجديد إليه، ثم نضغط على الرمز Create New Folder لتكوين المجلد، ونقوم بإدخال اسم للمجلد في هذه الخانة، ثم نضغط OK، فيتم إنشاء المجلد الجديد ويصبح هو المجلد الحالي لحفظ المستند. والآن ندخل الاسم الذي نريده للملف في الخانة File Name، ثم نضغط Save، فيتم حفظ المستند بالاسم الذي حددناه وبالامتداد Docs. وكما نرى يظهر الاسم الجديد للمستند في شريط العنوان Title Bar. كما يمكننا حفظ المستند باسم آخر أو إلى مسار آخر أو امتداد مختلف، ويفيد هذا الأمر إذا أردنا إجراء تعديلات على المستند مع الاحتفاظ بنسخة من المستند الأصلي. ولعمل ذلك نضغط على الرمز File ونختار الأمر Save As، ومن القائمة Save As Type نختار الامتداد الجديد الذي نريده لحفظ المستند من هذه القائمة، حيث يمكننا حفظ المستند بالامتداد الافتراضي Docs، وذلك باختيار Word Document أو بالامتداد Doc المتوافق مع الإصدارات القديمة لبرنامج Word، وذلك باختيار Word 97-2003 Document أو بالامتداد DOTX لحفظ المستند كملف سابق الإعداد Template، وذلك باختيار Word Template كما يسمح لنا هذا الإصدار من برنامج Word بحفظ الملفات بالامتدادات PDF و HBS، وذلك باختيار PDF or XBS. والآن نضغط Save، فيتم حفظ الملف بالإعدادات الجديدة ويصبح هو المستند الحالي في البرنامج، بحيث يتم تطبيق التعديلات التي نقوم بها على هذا المستند وليس على المستند الأصلي.